الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس الخمسون من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى، باب المخفوضات من الأسماء. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس الخمسون من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى، باب المخفوضات من الأسماء. عشر كي كنتنات وعشر كي أقدم بإذن الله تعالى عن كتابك أجرومي وختم إنه وحنوغا بالآمن آية عشر كي كنتنات كتابك المقدمة الأجرومية كسو جره في علم النحو وفي القواعد العربية، وألف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. وحنوغا بالآمن آية عشر كي كنتنات باب المخفوضات كوي الهوس لغايو من الأسماء وبيانيو. وعلمات واحدة لبيان الواقع وين وحل حصري هو أسماء قال وحويري بالشيخ باب مخفوضات الأسماء وحكى احترازا يا مرفوعات الأسماء هي منصوبات الأسماء. باب المخفوضات كوي لحصري يو من الأسماء المخفوضات كوي لحصري يو ثلاثة أنواع نوعيالو صدحو. أسماء الله حصري وحل حصري واسمه وصدح نوع مخفوض من الله حصري بالحرف حرف له حصري إيو مخفوض من الله حصري بالإضافة إضافة إيو تابع مثل على المخفوض من الله حصري يرعى مارك اسم الله حصري حوير الشيخ صدح مذن بالله حصري مخفوض بحرف سيد بزيد زيد انت وحيكو حصري انت بعض حصري ومخفوض بالإضافة إضافة إن لغو حصري ومضاف إليه النقل غلام زيد زيد أدونكس وتابع للمخفوض اسم حصري كان إنه راعه بالتبعية إن لغو حصري تابع نمو التابع لا ينفرد بالحكم التابع لا يفرد بالحكم حكم قوني أما قاتو بل يتبع ما قبله دائما مرات بزيد زيد بان صومر زيد كي العاقل عقل بان العاقل وهوس انت وتابع نم ونعتيو منعود كاكو ري كرع هوس ديك وحاله. وقد جمعت هذه الثلاثه وقران كي معجزني مديسه صدح لان اسمي لو هوس ديغه وحا لو كلمه في البصمله بسم بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جمعت هذه الثلاثة صدحا وحلو جمعي في البصملة بسنك قرانك معجزني ماذا يسوي بسم الله اسم حيكو أصري أنت بعض أصري مخفوض بالحرف الله إنما حيكو أصري أنت مخفوض بالإضافة إضافة مضاف إليه الرحمن يا الرحيم إنما حيكو أصري بالتبعية تتابع نمو ونعت واصف وقد جمعت هذه الثلاثة الصدح اسمها لغوها سليه وحالو جمعية في البصملة باسم أيا لغا وظهر ولماذا قار مركة يريبا جيرا اسمها الصدح ونبا لغوها سليه وحب متفقنا هرتا متفقنا عليه وصدح لكن شراح قار وحيكودر سيدة عشماوية يا كواكب كي الله بعرفن أكل وحيدنا وحاجرة مجرور وحلوه صلي بالمجاورة درسنيم مركب وحيكين جل هذا جحر ضب خريب هذا كان جحر ضب ما نسلو قلي قد كيدو قد كاسو جحر ضو خبره قد كاسو خريب
marka kharibin waxa leeyahay na waxaa laga sifeynayaa juxur oo khabar ah kharibin baana leeyahay marka waxay dhahaan majruurun bilmujaawarati waxaa lagu hoos leeyahay darisnimo waarjulikum ilalkacbeyn qirada akhrisayna way u soo deliishada inkastoo labadaba laga jawaabay marka haadaa juxru dabbin kharibin bay kaane waay waxay kaloo dhahaan wax lagu hoos dhigay waxaa jira arinta shanaada aljaru bitawahumi ismoodsiin lastu qaa'iman walaa qaacidin niyiri baa la arkay oo caraba lastu qaa'iman walaa qaacidan baa la rabay inuu ku cadbo wakti lastu miihi buu yahay qaa'iman mid taagan walaa qaacidin mid fadhiyana miihi marka waxay dhahaan walaa biqaacidin baa la soo qaday taana waxay u yaqaanaa aljaru bitawahum labadaas laakiin waa wax iska shaada marka shaadka waxay dhahaan ashaadu yuxfad walaa yuqaasu waaun la xifdiya lagama qiyaas qaato waa aljaru bilmujaawarati iyo aljaru bitawahumi bitawahumi ismoosiin lastu qaa'iman walaa qaacidin waay المخفوضات كوي له سريعة ثلاثة أنواع النوعيال وصدحة وي مخفوض من له سريعة بالحرف حرف ومخفوض من له سريعة بالإضافة إضافة وتابع مذرع للمخفوض من هوسري فأما المخفوض كي له سريعة بالحرف حرف له هوسري وكي أنصومر ونكسو علي فهو كحرف له هوسري ما أي الذي كي ويخفض له هوسري بمن من تي ابتدائية ذاهي marka iyadu daahirkana way jirtaa waad ogtihiin mudmarkoo damiirka ana way jirtaa wa minka wa min nuuxin wa min nuuxin oo ismi daahirana way jirta min albasrati haa min albeyti sirtu waa socda min albeyti laga bilaa ila suuq ila suuq fahuwa kamaa ayi ladii kii wa yukfadu la hoos dhigaayo bimin lagu hoos dhigaayo wa ilaa lagu hoos dhigaayo wa can lagu hoos dhigaayo wa calaa lagu hoos dhigaayo wa fii fi lagu hoos dhigaayo iyo waruba lagu hoos dhigaayo iyo walbaa ibaadi lagu hoos dhigaayo iyo walkaafi kaafki iyo walaami laamki iyo wa xuruufil qasami dhaarta xuruufteedii wahiyo xuruuful qasam alwaawu waweeye alwaawu waaweeye iyo walbaa uba iyo wataawta intaa waa intaan soo dhaafnay wuxuu rabay marka inuu ku daro ow biwaawi ruba ruba waawdeeda lagu hoos dhigo marka laba qowl baa halkan jirta aw biwaawi ruba ruba waawdeeda lagu hoos dhigay rubadii almaxduufati meesha ka xadfanay marka waxa wax hoos dhigaaya ma rubada maxduufada mise waa waawga mise waa isku darko feeraha aw biwaawi ruba ruba waawdeeda lagu hoos rubadii almaxduufati meesha ka cad walaylin ka mawji ka qowli shaacir imrul qays hadalkiisa oo kale walaylin habeen badanaaye wa ruba laylin habeen badanaaye marka walaylin hadda laylin way hoos dhigan taaso ma ma waawgana hoosay wowgana waaw ruba loo yaqaanaa waaw ruba mise rubada maxduufada ah ee meesha ka go mise isku qabadkooda waaw iyo rubada la isku dara maca arraajixu waxa wax hoos dhiga waa ruba almaxduuf rubada meesha ka go ruba almaxduuf alqowlu araajix waxa wax hoos dhigaayo waa ruba almaxduufat وبواو رب كي هذا موقت لكن ورب المحذوف هو حوصلها مركب وحالي ولا وليل الواو واو رب ليل اسم مجرور اسم مجرور برب المحذوف بعدي اسم مجرور برب المحذوف قول وحوله اسم مجرور بواو رب وقال موقت لكن مع راجعه اسم مجرور برب المحذوف walaylin habeen badanaaye ka mawjil baxri badda hirkeedoo kale arkhaa raariciyey wii calay korkay isu duulowla daahiyadiisa liyabtali walaylin ka mawjil baxri arkhaa suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyabtali udhit walaylin habeen badanaaye wa ruba layl marka rubada maxduufadaa wax hoos dhigaysa marka intii hore tanaa inagu cusufiirhad ow biwaawi ruba ruba wawdeeda wax lagu hoos dhiga والراجح بعده رب المحذوفة هي الجارة وهو حصري ورب ذا محذوفة ذا والراجح
سيدا راجحة رب المحذوفة هي الجارة يدا وحوصري وبمذ لغو حوصري ومنذ فير هذا كوا مذ إيا منذ يجراني بالأزمان بعد أما بالزمن وحيو حوصري زمن كظرف الزمن واح زمن أو وقت يجراني وحيو حوصري بالأزمان غير المستقبل بيقول من علماء القار خدرا زمن كوائنه يا حاضر أما ماض مستقبل لما أقر وح ماضي وح ماضي يا وح حاضر وهذا حاله النجوم وبمذ مذ وحلو حاصري ومنذ فير هذا مذ يمذ هرت فير أركور فهم مرك الله وحبي حاصري ومرك حرفيه مذ يمذ مر بأسمائه وذرفهم يكلفتوه يكلفتوه مر بأسمائه مرك على جمع الله مرك وحاصري ومذ منذ أو حرفة يمذ أو حرفة منذ أو حرفة يمذ أو حرفة ما قرأت مذ يمذ أو حرفة يهاصري أزمان الزمن وذرف الزمان أيه حاصلها زمن كأولي وأنا محالة غير المستقبل مستقبل الأمر رأيت منذ غد بريبا أنا أركض أنا ما سوري بس ماك نرأيت وابا نركعت الماك وين النقطة منذ أمس شلي منذ يوم الجمعة مالنتي الجمعة منذ يومنا مالنتين وحاضر أقول جو أما وح ماضي وح مستقبل ما حاصلها مرك منذ يمذ ومحرمنا حروف وحين حاصليا بالأزمان أزمان الزمن نذ زمن كان وإنه يهي غير المستقبل مثلا مستقبل أحين حاضر يا ماضي وبمذ مذ بالغ حاصلي ومنذ ما رأيته مارك بعده مذ يوم مذ يوم الخميس مذ يوم مذ يوم مذ يوم الخميس ما أنتي خميس تلقى صوب الله ما كلمت ولا مهل منذ شهر إلى بلا مهل بل يا ما رأيت وما أركب منذ يومنا ما لنتين مركب حاضرة أما وح ماضي مستقبل محصل يعني وما ماكي مركب دان هل سوق أنا من أكل وحوي سرت من البصرة إلى الكوفة لذلك أسكعانها منتو ابتدائي فايديسه الى ذن انتهاي وكو ينسوق عن سرت فعل وفاعل حد الفعل سر مبني على السكون الاتصال بضمير رفع متعرق وتاء فاعل سر مبني على الضم في محل رفع من البصرة ومحل شاهد وبيت القصيد مربض الفرس جددي من البصرة من حرف جر البصرة اسم مجرور بمن وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره إلى الكوفة إلى حرف جر الكوفة اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وأما ماكي يخفض له سرقاي بالإضافة إضافة له سرقاي فنحو قولك هذا الكاقية وحي لم يدوي غلام زيد هذا كان غلام زيد زيد أدون كيسيوي زيد ويل كيسيوي غلام كويل كنوالي أدون كنوالي اللغة أهان هذا كان غلام زيد زيد أدونك سوى هذا اسم إشارة ها حرف التنبيه ذا اسم إشارة يشار به للمفرد المذكر المبتدأ مبني على السكون في محل رفع غلام خبر المبتدأ مرفوع من المبتدأ وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره غلام مضاف زيد مضاف إليه مجرور بالمضاف مضاف كان حاصلي على الراجح والصحيح ما إضافة لماذا الله إلى صدح قول باجرته قول كراجح مضاف إليه وحاصل مضافك مضاف إليه وحاصل مضاف غلام مضاف زيد مضاف إليه مجرور بالمضاف مضاف كان حاصل قول لو حلام مجرور بالإضافة إضافة لماذا الله قول لو حلام مجرور بحرف جر مقدر وغلام لزيد ما قرأت لكن وحوق بدل الراجح مضافك أيها حاصلي غلام مضاف زيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره
وهو إضافة تي وحقا وأما ما أي الذي كي يخفض الهوس لغاية بالإضافة إضافة الهوس لغاية فنحو قولك هذا الكاري وحلم ذوي غلام زيد زيد أدونكيس وهو كالغو هوس لغاية عنده إضافة وهو أي الذي يخفض بالإضافة وهو كالغو هوس لغاية إضافة على قسمين لبا قيبات كوركوض بو أهدي كائن على قسمين ولمن العلماء وحيدا وحافعنا إنه وهو على ثلاثة أقسام وهو على ثلاثة أقسام وهو ماشى على قسمين على وأما ما أي الذي كي يخفض لهوس لغاية بالإضافة إضافة لهوس لغاية فنحو قولك هذا الكاري وحلم ذوي غلام زيد هذا كان غلام زيد زيد أدونك سوي هذا كان غلام زيد زيد أدونك سوي مرك غلام ومضاف مرك كسر لما يسن هذا مبتدا لهنا غلام خبر غلام مضاف زيد مضاف إليه مجرور بالمضاف راجع واسه مضاف إليه وحاله هصري وهصري مضاف وهو أي الذي بدعو عن ضميرك وهو أي الذي كي يخفض لهوسري غاية بالإضافة على قسمين كائن على قسمين لباقي بذكر كوضبو أهالي سيدا راجح أنا وحالي على ثلاثة أقسام مدبو شيخ وكتك صدح قيبوت بلر صدح لبادي وسو شيء ما أي الذي كي ويقدر مركا إضافة لباقي بنقونا يسوي سيدا صح دانا محال الربي صدح صدح نوع من نقونا ما أي الذي كيوي ماذا هو موصول ما أي الذي كيوي يقدر لقدر باللام اللام إضافة بمعنى اللام وما أي الذي كيوي يقدر لقدر بمن وهذا قدري وما أي الذي كيوي يقدر لقدر بفي صدح راو إضافة بمعنى اللام بمعنى من بمعنى في مركب حشيخ ونوشي بمعنى اللام يا بمعنى من بمعنى في محيك ليهين بمعنى من مركيته مضاف وجزء من المضاف إليه مضاف كوحيها قيب كم من المضاف إليه جبة صوف بل جاكب أصوف كالسميس يا أما باب ساجد الباب أو الواحة ما قرأت مركة الواحة هي عار موكت البابك وقيب كم ذا الواحة ما قرأت خاتم حديد فرانتي أو بر مركة فرانتي كان وقيب كم ذا بر تاسع لقسمي مركة وحيد لهان أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه إنه النقض مضاف وقيب كم إذا مضاف إليه إضافة وحاله بمعنى من إضافة بمعنى في مركي تهينة أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف مضاف إليه وحون نقضي ظرفا للمضاف بل مكر الليل وأرنت أحاوي عليه بل مكر في الليل بل مكر معنى هان بل مكر الليل بل مكر شرقال يتقر في الليل حبين كده في ساعة بمعنى الله مياه ووحى الله وضع أنه أسوبني وأما ما أي الذي كي يخفض الله أصلي آية بالإضافة إضافة فنحو قولك هذا الكاري يوحي الله مذوي هذا كان غلام زيد زيد أدون كيسوي وغلام أولي زيد غلام أدون لزيد بمعنى اللام كيوي فيره وهو كالغو هصلقا إضافة وهو أي الذي يخفض بالإضافة على قسمين اللي بقي بذكر كوضبو هذا كائن على قسمين سيدا صحيح أنا وحيا إنه كائن على ثلاثة أقسام صدح قيبو ما أي الذي كيوي يقدر لقدر هي باللام اللام وما أي الذي كيوي يقدر لقدر هي بمن وما أي الذي كي ويقدر لقدر أي بفي
فالذيكي يقدر لقدر أيو باللام اللام نحو غلام الزيد هواك غلام الزيد محا قدر غلام لزيد لا ملك هذا كان غلام الزيد زيد أدون كيسي وغلام وأدون ولزيد وصغنا والذي كي يقدر لقدر آية بمن نحو ثوب خزن حرير تمر ذي وي ثوب مرأة من خزن ويفيرة ثوب خزن حرير تمر ذي ما هي كده أنت هذا كان ثوب ومرأة ها من خزن حرير وباب ساجن الواحة الباب كي الشيخ وحنا ليه جري هل كان النخ وهذا كان باب الباب ومن ساجن بالليبار بديجر بالليبار ونوع جيد ديجو من الخشب نوع الواحد نوع قيمها بدن جيل لغا سميو ساجليه marka wuxuu dhigay waa nooc jayid min al khashab geedaha laga qoro al waahda mid kamid marka wa baabun al baab wa baab saajin al waaha al baab kis وباب أو من ساجن ومن تبع قدر مفتوح وباب الباب أو من ساجن بالليبار أبو ليج بالليبار والواحد نوع فيعو شيخ بالليبار أبو ليج والواحد وخاتم حديد وهذا كري خاتم حديد برت فرانتي يديو وهذا كري خاتم وفرانتي فرقاشي فرانتي أو من حديد برأة وما أشبه ذلك أي نسخينك قارك الدليل إيه وحاوحي شبه وما أشبه ذلك وحاوحي شبه والذي كي يقدر لقدر آية بمن نحو ثوب خز نحو هذاك نحو ذا وحيدها وحكذا نحو ألفاظ إضافة لازمة مارك وحيدها نحو قولك مركي ليرا جملة ذا كضم بيس في محل النصب بلا مقول قول دي نحو قولك كذا ما شط على قولك هدي نحو بس تعال جملة كذا ما يسافي محل جر بإضافة نحو نحو ذا لفت ذا إضافة نس والذي كي يقدر لقدر آية بمن واي والذي كي يقدر لقدر آية بمن نحو ثوب نحو قولك أو كلوي نحو قولك هذا الكا أو كلوي أتري ثوب خزين حرير تمر ذي هذا كان ثوب وامرؤ من خزين حرير وباب ساجن وباب الباب ويو من ساجن بالليبارة الواحد وخاتم حديد برتفرانت هذه وهذا كان خاتم وفرانت من حديد برأة وما أشبه ذلك وحاوش الشبه والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد أولا وآخرا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة إلهي وعما هذا نسكل سبحانه وتعالى أليه إنو فذيي inaan kitaabka maanta bil dhamayno bilowgiisina wuxuu ahaa bi fadlillaahi azza wa jalla ilaahi fadliisa wa tawfiiqihi wa mannihi wa karamihi wa ihsaani hadana dhamaadkiisa ilaahi baa noo kaalmeeyay alihi noo kaalmeeyay ayaa mahad oo dhan iskale alxamdulillaahi alladhi bi ni'matihi tatimmu ssaalihaat allahumma laka alxamdu awwala wa aakhira allahumma laka alxamdu fi lula wal aakhira ما هذا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى حيالتي يحوكي من ذكما دمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حيالتي يحوكي من ذكما دمين حيالت مليه أودنا مليه إلهي وأيوك المي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات انت أكد بحان أمهد علينا إن علماء علمك نصابر يوالدك نولد ذالي شيقي أبوه الرئي أنك أجرومك إيب بالله أنا ير أو قبل جوغة شيخ عمر فاروق بالدي هجري
شبر فاروق وين ما رحمه الله تعالى شيخ ظن يراه هذا بالنول وي ام ان هذا هروا يوكا اقريا لكن هيرا بعد وغا اقرين جري رقا قار هي هروا واي قانان مركا روحي سؤاشا كجوا وحن ليجي الله يعزك روحي كل على الله يهديك رقبا مركا عريب مركا نحوذ ولا ليال الصبر بيوبا هنتهي إمام الشافعي والغوري رحمه الله تعالى إنه النحو مفتاح العلوم وعلم أردن فريه مركا صبر بيوبا هنت علم أعداد برا تنحو ذا علمي كليكوسي سهليس علمي كليكوسي سهليس حكالو المهد علينا إنه ما عاد كان نمبر كيسان إنه سول لويي مع ترتيل الإقراء والدراسات القرآنية القرآن الكريم كي علوم تيسالغو لكتا يا علوم تاللغة العربية يا قراءات كي معلوو بركوبي ويهنتي علماء هاي سيد دارة يا معلمين تا يا أرضا لما وحالينا جزاكم الله خير الجزاء ماركا سيدي هرية عن غب الله ناي شيخ أحمد جزاه الله خير فضيلة شيخ أحمد كهي واتقانين شيخ غارية وضياشا معد كي مامل كوي ما شاء الله أيان وغبي حدونا marka waxa loo baahiyaa saan hore ugu balanay hadii insha Allah jiribka la aasto markii hore waa weeydan waa badnay naxu markii la bilaabo culimadu qaar waxay dhigeen waa aroos oo kale arooska dad badan baatay waa ujeedada badan moqti marka hadii 10 sabirto oo la helo sidaas uu cilmi weyn ugu soconaa insha Allah ta'ala wad ogtiin marka aan galabtan khamiis iyo galabta jumcaha bilaabayna raga qaar ba og iraga nogeynba saadiga askar baan dowre waxaan ka wada jiray siira marka maadaama ardaydeena qaar ay aad ugu celceliyeen naxwadii baan u baahanahay macadkeena in laga dhigo saasaan u soo wareejinay marka tira badan shardi ma hadii 10 jilibka aasanaysan lahayn sidee uu cilmi noogu socona insha Allah ta'ala aan ku balanay hada wa billahi tawfiq wa jazakumullahu khair idinkana cilmigiina iyo cilmigeega ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayna bi asmaa'il husna wa sifaatil ula إنه علمك النور بركة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إلهي علم ذي النصوب برتا أبا الكود مجودي كري إلهي خيرك أبا المري إله دمي وضعف إله والدك نغسو الدذال أبيه يكن جزاهم الله خير الجزاء أبا الكود مجودي كري إله جنة الفردوس كو إرزاق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أورين الله سبحانه وتعالى يا ما تسكله ما هذا سنعلينا له الحمد في الأولى والآخرة كذب أنت سبحانه ما هذا علينا شيخ أحمد جزاه الله خيرا شيخنا علوم تجويدك shariicada iyo luqada carabiyada ka dhiga macadka jazaa Allahu khayran yuhdi badan oo runtii la taabo karo ayuu ka wada macadka aadan ugu mahadcelinayna sheekh waa laga aflaxay sidoo kale macadka waa laga aflaxay sheekh asagana waa laga aflaxay ila qadiimi zaman intaas kadib dardaarankii oo dhan sheekha dhameeyay نحوها وقرنيسان أهمية ديسة إيو ماركتي مهمة دوليه ووحا ماشا إن كاني إينا تشيغة كقادتان وانا ماركتي لغة عربية أو دينتو أي لغة ماركتي قرآن كوكسود دقي دينتنا لغة اللفاي عديسة يكو قرانتاي كود علوم شريعة دان لغة اللفاي المفتاحي علوم تناء قرآن كريم كا يتفسير كي سنة
aan la fahmayn haddaan naxwo la baran iyo lugu carabiya. Imaam Suyuuti wuxuu sheegay al-ijmaac inuusan tafsiir akhri karin ninkan aan naxwo aqoon, waayo macaanidii waa halaynaya. Waxaa laga yaabaa wixii godnaa iyo wixii kor dhignaa iyo wixii hoos dhignaa iyo culumtii maaragtay inuu isku khaldo ayaa dhici karta. Waqtigan dambe kuwa si jirtaba duulaan adaga la lagu hayaa lugu carabiyada si guud iyadoo lala diriraayo culumta shareecada ayaa waxaa la rabaa in asaaska laga dumiyo oo lugu carabiyada laga weeraro. Naxwaha waxaa laga aaminsan yahay wax adayg badan oo dhib badan oo la baran karin inay tahay. Marka dadka waa la nacsiinayaa naxwaba haddii la soo hadal qaadaba waa la nacsiinayaa. Marka gaalada qasadkooda waxa waaye iyaga inaan lugu carabiyada la baran oo laga haajiro kabacdina diinka aan la fahmin. Hadafka iyagu ay leeyihiin waa sidaas. Laakiin dadka muslimiinta ahi intaas way ka caqli badan yihiin, intaas way ka jecel yihiin diintooda, intaas way ka maaragtay ihtimaam badan yihiin waxyaalaha shareeca diinta u adeegaya inay bartaan oo wasaa'ilka naxwuhu ugu horeeyo. Laynakaga sheekayn maayo ahmiyadda uu naxwaha uu leeyahay waa barateen, hadda baraatigaad u aragteen adinka keliya. Waxaan kula dardaarmayaa naxwaha wuxuu ka mid yahay lugu carabiya. Waxaa jira marmarka qaarkood dadka wax wadada ku dheereeya oo xoogaa fahamka ku culseeya naxwaha. Ani waxaa la ii bilaabay 1991 waagii si aad baran riday ayaa naxwo la ii bilaabay, hal xabo oo ka fahmi waay. 15 sano jiray qur-aankana waa aqaanay, laakiin sheekha waa la soo qabtay. Sheekha la ii geeyay waxaa la yidhi sheekhan ninkan naxwaha bar sheekhow. Sheekha maalin walba wuxuu yidhaha ficil maadi, ficil amar, ism mafcuul, ism munsarif, ism ala yansarif, ism mutamakin, jamcu taksiir. Sheekhii iyo naxwihii waa nacam, hal xabo waa ka fahmi waay. Waa dambe anoo naxwo ku noqon ayaa waxaan bilaabay luga carabiya oo hadala ayaan bilaabay. Meeshaan laba dhagax waxaa ku oli jiray iskuul dho Bukhaari, iskuul Bukhaari li jiray ayaa ku oli jiray. Ninkan hadda jasiire ka warramay Cumar Faaruuq ayaa macalin ka ahaa. Marka luga carabiyadii uu noo bilaabay 4 bilood markaan dhiganayay waxaa igu soo duxay wixii sheekhu sheegi jiray, anta anti hada hadi, wixii sheekhu uu sheegi jiray isim ficil xaraf wixii baa igu soo maaxday. Markaas ka bacdi ayaa naxwihii bilaabay, dib u bilaabay oo culimadii magaalada joogtay aan ka dhagaystay si fiican oo maaragtay aan uga faa'iidaystay aan u fahmay. Laakiin waa markaan carabigii takhaadubkii aan si fiican u fahmay meesha layga jira aan fahmay. Luqadu waxaa la yidhaha waa kaljar, waa thaqaafa. Luqo waliba waxay dhaqankii dadkaas say u noolaayeen iyo say u dhaqmi jireen ay ka turjumaysaa. Marka haddii aadan aqooninba luqo carabiya oo hadal iyo isku dayi karin, hal miithaal aada keeni karin, midka sheekhu keenay maahane, mid kale aada keeni karin, kitaab haddaad akhrida aadan miithaal ka fahmi karin, wadada kugu dheeraanaysa. Xerta waxa jilbaha murxiya oo masaajid ay la fadhiyaan oo waqtiga ku dheereeya waxaa kow ka ah carabiga aysan fahmayn. Hadday carabi fahmi lahaayeen oo ay u baxsanaan lahayd oo miithaal keeni karo oo miithaal kale maaragtay uu kitaab hadduu ka daalaaday uu fahmi karo way u sahlaanaan lahayd. Marka manduumadaas luqa carabiya oo adab kale oo sarfiga leh oo balaaqada leh oo maaragtay khidaabada iyo inshaaga leh ay ka mid tahay, maxaan ku raadahay naxwuhu ka mid yahay. Laakiin waa asaaskii udubdhexaadkii waa udubdhexaadkii waa sheekhay baabkiisa tahay oo maaragtay insha allahu tacaala sii wadi doona
إلهي كامل مريو لكن إذا قال يكرر وإن أتقان بدل الله يموتان إن أسي ودان وشيخ كفى إذا ستان شيخ هذه هل قفوا كعف لحو وفائدو هل قفضوا علمي وكان أغليو وفائدو وقف كاسي وسي قد بيوضتك وسي برو وهو الله أفلحي هذه لكن ما هنكر هذا إله عقيمة كذلك شيخ نحوها وضدك ماركتي ماركتي ووحد لوغا عود بالليستين ماركتي ضدك أيسان كتاب لنا الأخرية وفنا وسن كفا إيديسان ويجهد بالقلية وقت بالقلية ماركتي إمكانيات وحبضنا للقلية مركا إيه وحكاسة وبحان واي علمي الشيخ الغن أغليو وكتبتك الله صوصة وتلقى فايديستو والشيخ السيء ولا ترهدان ودين كان مارتا تسيء قد بيسان انت عسان من قلدر دار ميا وما سنتين وزاكم الله خيرا سادو قفا إذي ستين شيخ يساو ما وسو تشيدان اينا ماركتي عربية دي نحوية عدبرتان سيئان وقد اكتان دين دي اسلام دين اسلام كا عدو بضم بلاسان الشيخ نيبا واللغة العربية دولان بلوية وحالي مسكين هاي دهن بالي نيكا اللغة الإنجليزية قراني مسكين واي ده واي واحد أدونك دتك مفهم كرو نينا وش هو مسكين واي نيكا اللغة العربية فهمين واي دينك لا يفهم كرو يا دينك لا يفهم كرو نيكا اللغة العربية عن مارك عن قراني مركا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أما سندهين أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا شيخ روا ما علينا بارك الله في عمره وفي أوقاته وفي أهله وأولاده جزاكم الله خير جزاه الله خير الجزاء فضيلة الشيخ القاري والشيخ المقري الشيخ أحمد كاهية إلهي سبحانه وتعالى حبرك كلمة دي ساقي محبضا فجزاه الله خير الجزاء دردارا كشيخ قيمها بضن إن عندما أنت وعلينا وعلم هذا وحوال لقى قرطه والديوان قشرة كلمة ذا كلمات كعلم هذا وكلمات ذهبية مركب والله قرطه والله وعليا ما البال وحريق ذا علم هذا يهور وحال وريي إمام البخاري في صحيح مقدمة ذا شرح الله كان وحيري هالكلمة وشيخي يقول لي أيان أؤلفي بصحيح البخاري هالكلمة وشيخي يقول لي مركا شيخي وعمال إيريوي الله دينا لو أؤلفي لها كتاب أحاديث صحيحة كقرنت عقدت العزم النية ما قاتبي النية إن كتاب ألفه أحاديث صحيحة أنا شردي كدك شيخ يقول بكلمة ذا يقول أرضي يوم وذا جونا بكلمة ذا يجيب إلههم بيوافجي كلمات كعلم الله ولاية ما البالغ قرطاء والله ولاية وكلمات ذهبية إن شاء الله تعالى عدنا كبير كنا إذن كل إبايا ما شاء الله جزاه الله خير الجزاء بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني بعد التحية وحية وانا يوعدي لبعض مشايقي نور دميان كلي وإن إن شاء الله شيقا أدعينا إن إلهي سبحانه وتعالى عمري جيسا ديرايو دراسدنا أنا إن شاء الله جلب كواسنا إن شاء الله دولا يرادو إن تسرع سنة أنا أقول رأي إن شاء الله مشايقنا أدعينا إن إلهي وقت قد نوبركايو عمري جيسا إلهي نور ديرايو إن شاء الله هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء ما شاء الله ونوحر أنت أمرك إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سأل علماء كسو قال لي هذه كتاب لما هل أصبح دوائس كفصح والوقت جزريا ونوسو في الله امتحان